نلاحظ كيف أن بدأ العراقيون والإيرانيون واللبنانيون والسوريون والكثير من حتى كذلك لا أنسى من كل الدول بدأوا يتوافدون إلى العراق من أجل المشاركة ومن أجل إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين. عندما نجد أن هذا التعلق الروحي ما بين الإنسان والإمام الحسين، وعندما نشاهد الملايين من الزوار يتوافدون إلى هذه الزيارة، ندرك أن هناك علاقة لا يمكن أن تطفئها لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا كيان الاحتلال الإسرائيلي ولا أي فكر وهابي إرهابي يحاول أن يؤثر على الروح المعنوية. نستمد من ثورة الإمام الحسين ومن إحياء أربعينية الإمام الحسين، نستمد القوة ونستمد الإيمان ونستمد روح المقاومة. هذا المنطلق يدرك الغربي ويدرك الأمريكي أنه يسعى إلى إيجاد هذا الشرخ. يوم عندما نلاحظ أنه رغم كل الأموال التي دفعت ورغم كل الحملات الإلكترونية والحسابات التي تدار من السعودية لإيجاد الشرخ والحملة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عندما نلاحظ أن هناك تهافت وأن هناك سعي من قبل العراقيين لخدمة الزوار الإيرانيين، لخدمة إخوتهم الإيرانيين وطبعا من الشعوب الأخرى، ونلاحظ المحبة التي يحملها الشعب الإيراني إلى إخوته من الشعب العراقي، ندرك بأنه هذه العلاقة وحب الإمام الحسين هو الذي يجمع هذه الشعوب، ولا يمكن لا للأموال ولا لأبواق الفتنة ولا لوسائل الإعلام ولا لمواقع التواصل الاجتماعي أن تؤثر على قوة هذه العلاقة وروح هذه العلاقة طالما هي مرتبطة بالأخوة وطالما هي مرتبطة بالمحبة وطالما يجمعها حب الإمام الحسين عليه السلام. حتى أقول لك هنا نقطة جدا مهمة، أنه حتى عندما كنا في الحرب في سوريا وكان الحاج قاسم رحمة الله عليه موجود، عندما كان يريد أن يكافئ مجاهد أو مجموعة من المجاهدين بعد عملية اقتحام أو بعد انتصار حقق في منطقة، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم سأرسلكم إلى زيارة كربلاء، سأعطيكم هي زيارة كربلاء. لاحظ هذه العلاقة التي كانت داخل الحاج قاسم المرتبطة بحب الإمام الحسين وحب أبا عبد الله الحسين. نقطة ثانية، أنه كان دائما يركز على ضرورة إحياء أربعينية الإمام الحسين ويسعى إلى تقديم كل ما يمكن تقديمه من تسهيلات حتى للمقاتلين المقاومين الذين كانوا يريدون أن يذهبوا إلى كربلاء، خصوصا في زيارة أربعينية الإمام الحسين. وكان دائما يسعى أن يكون من ضمن المشاركين، أحيانا كان يذهب، أنا يعني أذكر مرة ذهب حدود 24 ساعة زار كربلاء النجف ومن ثم عاد إلى سوريا لأنه كان هناك عمليات قتال يجب أن يكون حاضر. كان يسعى كذلك أن يكون حاضرا في ذكرى إحياء أربعينية الإمام الحسين. نتذكر الجولة اللي قام بها هو والحاج أبو مهدي المهندس رحمة الله عليهما. عندما تجد أن قائد بهذا المستوى يركز دائما على العلاقة مع الإمام الحسين والعلاقة مع كربلاء والعلاقة مع زيارة الأربعين الإمام الحسين، أعتقد بأنه تدرك أولاً أهمية ما يعنيه العراق بالأساس وما يعنيه الإمام الحسين وكربلاء بالنسبة للشعب الإيراني، وما تعنيه هذه المناسبة وما تعنيه ثورة الإمام الحسين بالنسبة لكل شعوب الأمة ولكل الشعوب المضطهدة والمظلومة.